هلو واضح معكم سناء من المغرب، واليوم جيت نقدم لكم واحد تقنية جديدة لتوريد الشفايف تسمى كذلك بتقنية غلاساج أو تقنية المكياج سمي بيرمانو. إذا اليوم رحبوا بنا صالون رينز بيوتي بالمعرف بالدار البيضاء. غلاساج سي اون نوفيل تكنولوجي ديال لو مكياج سمي بيرمانون، اي دونك كي كونسيست ا انجيكتي دي بيغمون في لي ليفغ باش كيبقى عندنا ان ايفي ديال ان روج ا ليفغ ناتوريل. اون فيت لو غلاساج اي فيه بور دو شوز، سوا بور كوريجي لا فورم ديال لا بوش، سينو بور الناس اللي كيكون عندهم شويه ديال لو بلو في لي ليفغ ديالهم، دونك اونتر بارونتيج لي جان كي فوم، دونك كيديروها باش كيوليو لي ليفغ ديالهم ان بو روز. اذا معنا كذلك سعيدة الى اخصائية هذا المكياج اللي غتقوم كذلك بكل هذا المراحل، فبقوا معنا. وبعد ذلك نضع هذا المرهم المخدر، لمدة 30 دقيقة. إذا كيف ما لاحظتوا معنا، من بعد التخدير دخلنا لو بيغمون للإفغ ديالنا. إذا هذه هي النتيجة النهائية لتوريد الشفايف. إذا الآن غادي نقوموا بلا فيكساسيون اللي هي العملية الأخيرة من أجل تثبيت هذا اللون. اذا هذا الفيكساتور كنبقاو نديروه من مورا هذه العمليه لمده 4 ايام. من بعد كيبداو يتقشر لنا لي ليفغ ديالنا، كيبقى تقريبا 60% كطير لنا 40% من هذا البيغمونتاسيون. بعد ذلك كنقومو بعمليه ترطيب الشفايف من اجل نتيجه اللي هي نهائيه جميله جدا. بعد هذا العملية يمنع على المرأة أو الرجل 5 أشياء، إذا تعرض لدرجة الحرارة، كذلك ممنوع شرب المشروبات الساخنة، ممنوع التدخين، ممنوع الحمام بدرجة عالية، وممنوع القولات. عندك لو ريسك ديال لو بيغمون، يقدر يكون ان بيغمون كي ني با بيان، كي تيان با بوكو، والله يحفظ يقدر يوقع اوسي ان ليجي غونفلمون او نيفو دي ليفغ ولا شي حاجه. دونك سي فريمون تري ريسكي باسكو اون ترافاي افيك دي زيغوي تري فين، دونك كوم سي ريسكي فو ميو كيلكان كي ا ديجا في اون فورماسيون او ان سالون سبيسياليزي. اذا عبر تجربه شخصيه صراحه ما كتحسوش بالم، فقط بعد الوخز الصغير اللي كيروح عبر الوقت، كذلك تحصلوا على النتيجه اللي هي طبيعيه وعلى شفايف موردة دون اللجوء إلى أحمر الشفاه في كل مرة. إذن هذه هي النتيجة النهائية.